بسم الله والابن والروح القدس لله الواحد امين. تطلبونني لا لأنكم رأيتم آيات فآمنتم، بل لأنكم أكلتم من الخبز فشبعتم. كل الناس بتطلب ربنا عايزاه، لكن أغراض الناس مختلفة. والأمر الواضح إن هو فاحص القلوب ومختبر الكلى، فشايف كل واحد عاوز إيه. يجروا على المسيح وعاوزينه لأنه وراه مكسب، وراه حاجة كويسة. يعني لو واحد تاجر يقول مع ربنا، ربنا يزيد البركة، وواحد بيذاكر يقول ايه خلينا مع ربنا عشان ننجح. الأغراض كثيرة جدا جدا، والطلبات كثيرة قوي. لكن لما المسيح للمجد قال لنا، قال اطلبوا أولا ملكوت الله، اطلب المسيح لأجل ذاته مش لأجل خيراته. أنا عاوز أكون مع ربنا عشان يديني، عشان يساعدني، عشان يحميني، عشان يشفيني. لا أطلبه من أجل ذاته، مش من أجل العطايا اللي بيدينا كتير قوي. ده بيشرق شمسه على الظالمين من جهة خير الأرضي ومن جهة أمور هذا العالم بيدي. لكن ما تطلبش المسيح من أجل أمور العالم، اطلبه من أجل ملكوته، من أجل الوجود معاه. اطلبه لأنك بتحبه. الرب مش عاوز حاجة، أنا عاوزك أنت، أنا نفسي أمتلئ من حبك. جري وراه، عشان الكلام ده كان بعد ما أكل 5000 من 5 خبزات، حاجة كويسة. بعدها على طول قالوا يخطفوه يعملوه ملك، مدام يعني خيره كتير، وسابهم ومشي، ورجعوا يجروا وراه، ركبوا السفن الله انت جيت امتى هنا؟ قال لهم لا، ما تطلبونيش من أجل الخير ومن أجل العطايا، اطلبوني من أجل الحياة. ما ينفعش أن يكون الإنسان له غرض. خلي غرضك واحد، قول أنا نفسي أتحد بيه، نفسي أشبع بيه. أنا مش جاي الكنيسة من أجل شيء، أنا جاي من أجله هو. لو خدت كل اللي في الدنيا وما خدتش المسيح أبقى خسران. خلي هدفك واضح، وخلي سعيك نحو المسيح من أجل غرض واضح، من أجل ملكوت الله، مش طبع في الملكوت. لا، ده أنا نفسي أعيش معاه إلى الأبد. هو إيه الملكوت؟ الملكوت ملكوت الله ليس أكل وشرب. صحيح الملكوت هو التمتع بالخيرات؟ لا،
ده الملكوت هو الاتحاد بالله والحياة فيه إلى أبد الأبد. ده الملكوت. فتفضل الآية دي معاك: تطلبونني لا لأنكم رأيتم آيات فأمنتم، بل لأنكم أكلتم الخبز فشبعتم. قال له بيصحح المسيح، قال لا لا لا، اعملوا من أجل الطعام الباقي. الأمور بتاعت الدنيا ديت ما انت عارفها. سماها المسيح ايه؟ سماها الطعام البائد، الحاجة اللي بتخلص، الحاجة اللي ملهاش دوام، الحاجة الوقتية. عشان كده بقى بقول ايه، خلي هدفك واضح. كل مرة تقف تصلي عاوز ايه؟ كل مرة تبحث تدور تلاقيه يقولك عايز ايه، قوله مش عايز حاجة، أنا نفسي أعيش بيك، نفسي أحس أقول المسيح فيا، نفسي أقول به أحيا وأتحرك وأوجد. أنا بالمسيح عايش وبالمسيح أتكلم، وأما نحن فلنا فكر المسيح. ده إن جيت للحقيقة الهدف اللي لابد أي واحد مسيحي يسعى من أجله، ليس من أجل الخيرات التي يعطيها هو صانع الخيرات، ولكن من أجل المسيح شخصه ذاته. ولو تبص كويس هو أعطانا ذاته، مش احنا بنتناول؟ يعني يعطينا كل شيء، كل شيء اللي بنحتاجه أكتر من اللي بنحتاجه، ولكن في قمة العطايا اللي هو الطعام الباقي. إيه الطعام الباقي للحياة الأبدية؟ التناول. أعملوا لأجل الطعام الباقي. طب أعمل إيه؟ أنا باجي الكنيسة، قل لي بعمل إيه عشان أجي أتناول؟ بأي أشواق وبأي خشوع، بأي صلاة؟ في شغل كتير يتعمل من أجل الطعام الباقي. اعملوا لأجل الطعام الباقي، لكن ما تخليش الحياة بتاعتنا سطحية. أجي ربع ساعة نص ساعة أتناول وأمشي وخلاص وأرجع لحياة لزبائية الناس. لا، خلي تركيزك في العمل. يعني واحد عشان يبقى دكتور بيصرف كم سنة ويسهر كم سهر ويبذل قد ايه مجهود ويدخل كام امتحان. طب والحياة الأبدية أقل من كده ولا ايه؟ اعملوا لأجل الطعام الباقي. اعمل من أجل الطعام اللي أنا بقول عليه كل يوم: فأبانا الذي، خبزنا الذي الغد أعطينا اليوم، خبز الحياة الأبدية. خلي تركيزك في العمل الروحي من أجل الطعام الباقي، لا من أجل الطعام البائد. لربنا المجد الدائم.